السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه ساعة إخبارية من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تمديد مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة إلى 50% لمدة 6 أشهر. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر الجوي لدعم الشعب اللبناني. تقديرا لجهودها الرائدة في المجال، اختيار الرياض عاصمة للبيئة العربية لمدة 2 عامين. أهلا بكم. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الداخلية اليوم تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 18 من الشهر الرابع من عام 2024، وذلك لمدة 6 أشهر. وأهابت الوزارة بجميع مستخدم الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية، مؤكدة أنه يمكن الاستفادة من تخفيض قيمة الغرامات بنسبة 50% بمبادرة مرتكب المخالفة بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه حتى تاريخ 18 من شهر أبريل من عام 2025، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة وعدم ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر. وقبل توجيهات القيادة بتمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، نستعرض وإياكم آراء المواطنين حيال هذا القرار. نعم، استفدنا من مبادرة تخفيض المخالفات. أنا شخصيا كان علي قرابة 14,000 وطاح منها النصف ولله الحمد، وأتمنى لو تمدد هذه المهلة، وأيضا لو يكون فيها أيضا بالأقساط يكون أفضل للمتعثرين. أنا استفدت من مبادرة المخالفات المرورية، كانت علي 500 ريال وصارت الحمد لله 250، ومبادرة الصراحة كانت صائبة وأتمنى أنها تتمدد. الحمد لله أنا لا يوجد لدي سجل مخالفات، ولكن بادرة طيبة، أنا نعمل أنها تستمر إن شاء الله. مبادرة جميلة، عملية خفض الغرامات إلى النصف، أنا طبعاً استفدت منها جداً الحمد لله، وكان عندي تقريباً حدود 1800 ريال، وطاحت النص تقريباً الحمد لله، سددنا نصها، ونتمنى إن شاء الله تمديدها لفترة أطول عشان يستفيدون بقية المواطنين من التخفيض من الدولة الله يعزها إن شاء الله. استفدنا من مبادرة تخفيض المخالفات، وكانت علينا 48,000 وتم تسديد 24,000، ونتمنى تمديد ذلك. استفدنا من مبادرة تخفيض المخالفات، كانت علينا تقريبا 3,000 ريال وتم بحمد الله تخفيضها إلى 1500 ريال. لا يوجد عندي مخالفات، وهذه بادرة طيبة أتمنى أنه يتم تمديدها لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع لسداد هذه المخالفات. الحمد لله ما عندي مخالفات، وبادرة تخفيض المخالفات بادرة جميلة وأتمنى تمديدها. أتمنى تمديد المخالفات المرورية، والحمد لله استفدنا من التخفيض وكان المبلغ 5,000، والحمد لله الآن ليس علي مبلغ ولله الحمد. وصلت الطائرة الإغاثية الخامسة التي يسيرها الجسر الجوي السعودي إلى لبنان، إذ تحمل على متنها مساعدات إغاثية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية. يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اللبناني.
اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية، عقد خلالها لقاءات ثنائية مع مسؤولين حكوميين وقادة في القطاع الخاص، وبحث معهم تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وإيطاليا. وقد ناقشت اللقاءات الفرص المشتركة المتاحة في 12 قطاعا صناعيا واحدا، تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والمزايا النسبية لبيئة الاستثمار السعودية. أصدر البنك المركزي قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة، وشملت القواعد عددا من التحديثات، أبرزها وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة، إلى جانب السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال عند تمويل المنشآت التجارية الكبيرة. توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو اقتصادي في الخليج خلال العام 2025 عند 4.19% مقابل 1.16% للعام الجاري. ووفقا للبنك، فإن المؤشر الجديد يؤكد قدرة اقتصاد المملكة على امتصاص تأثير الأزمات والصراعات الخارجية والإقليمية وتحقيق معدلات نمو إيجابية. وبحسب البنك، فإن اقتصادات دول الخليج ستنمو بنسبة 4.20% في العام 2025 بمعدل 1.19% في العام الحالي 2024. انطلقت اليوم في جدة اجتماعات الدورة 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الدول العربية في مدينة جدة، وسيناقش جدول أعمالها عددا من الموضوعات البيئية التي تهم المنطقة العربية والسعي إلى الخروج بتوصيات فعالة تجاهها. وعلى هامش الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، اعتمدوا الرياض عاصمة للبيئة العربية لمدة عامين، وذلك تقديرا لجهودها الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة. دشن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية محطة الأبحاث للتجارب الحقلية في مركز ثول، الذي يهدف لإجراء أبحاث متخصصة لدعم برامج التشجير الوطنية وتحويل الابتكارات في مجال الزراعة إلى حلول للتطبيق. We'll be right back.
تميزت مشاركة شركة تكامل في معرض جايتكس لتكنولوجيا المعلومات في دبي من خلال ما تقدمه من منتج سعودي فريد على كافة المستويات. نتابع. في هذا الزخم الذي يضم أكثر من 6,000 شركة اعتادت أن تطرق باب جايتكس سنويا لاستعراض آخر مبتكراتها التكنولوجية والحلول الرقمية والتطبيقات الجديدة، شركة تكامل إحدى الشركات الوطنية السعودية المتميزة بما تقدمه من منتج سعودي فريد على مستوى تكنولوجي أو الإنساني. نستعرض من خلال مشاركتنا اليوم أبرز الحلول الرقمية مثل منصة قوى اللي هي عبارة عن مجتمع العمل السعودي، مجتمع في منصة واحدة تجمع جميع أطراف العمل، صاحب العمل والعامل، وتتيح لهم إنهاء الإجراءات التعاقدية بشكل سلس وميسر. تكامل القابضة من خلال مشاركتها في المعرض تستهدف بناء شراكات تجارية جديدة وتوسيع قاعدة عملائها لتعزيز التعاون المستقبلي وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بتقنيات متطورة. مشاركتنا اليوم في مثل هذا الصرح الرقمي الكبير أتاح لنا إلى التعرف على أبرز وأحدث التقنيات اللي موجودة اليوم، التقنيات الرقمية، وخلال مشاركتنا في الأيام القادمة بإذن الله بنوقع قرابة 20 اتفاقية مع مختلف الشركات اللي موجودة في جايتكس 2024. ابتكارات جهودها الفرد هو شعار تتبناه الشركة وتعمل به لتقديم حلول متكاملة موجهة للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية وكذا للقطاع الخاص الربحي وغير الربحي، وتسعى من خلاله إلى بناء بيئة محفزة لإطلاق المواهب البشرية السعودية وتنميتها. لتلفزيون المملكة العربية السعودية، عبد اللطيف بخوش، دبي. أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون منصة سيما كأحد أكبر المراكز الأرشيفية في العالم والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لتحتوي على أرشيف ضخم يضم أكثر من 1,200,000 مادة إعلامية مرئية ومسموعة. سيما أول منصة رقمية موحدة لصناعة المحتوى تقدم هوية سعودية متميزة على الساحة الإعلامية، جامعة بين الأصالة والتقنية، مقدمة أكثر من 1,200,000 مادة مرئية ومسموعة مؤرشفة بأحدث الصيغ الفنية، وتوفر خدمة التسجيل للشركات وتسهيل عمليات الشراء عبر الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال المنصة، مع احتوائها على مواد إرشيفية نادرة تمتد لأكثر من 60 عاماً. تعد سيما الوجهة المثالية للباحثين عن المحتوى السمعي والبصري النادر، وتضم أكبر موسوعة إرشيفية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب أكثر من 23 شراكة مع جهات محلية، مما يضيف ثقلاً كبيراً للمنصة في دعم الإعلام السعودي. تعتز هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم سيما كواجهة تعكس الهوية والثقافة والتاريخ السعودي للعالم أجمع، مما يسهم في تعزيز الحضور المحلي والدولي للمملكة. سيما، منصة المستقبل للإعلام السعودي. تعد أكاديمية واس للتدريب الإخباري أول أكاديمية متخصصة في التدريب الإخباري في الشرق الأوسط، وتهدف وكالة الأنباء السعودية من خلال برامج الأكاديمية المنسجمة مع أهدافها وتوجهها الاستراتيجي، تهدف إلى تطوير المهارات الإخبارية المتقدمة لتلبية متطلبات السوق. عن كل ذلك ينضم إلينا من مقر الأكاديمية مراسلنا خالد الربيع. أهلا بك خالد، أحييك لهذه النشرة، وأنت طبعا تتواصل معنا من مقر أكاديمية واس للتدريب الإخباري، والتي تتبع هذه المؤسسة الإخبارية العريقة التي نفخر بها، وكالة الأنباء السعودية التي أصبحت علامة حقيقة للمصداقية والتثبت والتأكد. يعني من مقر الأكاديمية، حدثنا أكثر عن هذه الأكاديمية، ماذا تعنى ب ب ب ب
بأي شيء تحديدا؟ متى تقام دوراتها؟ من تستقطب؟ ما الذي تهتم به؟ أولا عبد الله، لابد أن يعني أؤكد على كلامك بأننا الآن داخل طبعا أحد الصروح الإعلامية الهامة. نتحدث عن صرح إعلامي له أكثر من نصف قرن، ويعني رصيد إعلامي ومخزون من الكلمة والصورة والمعلومة بلا شك. وكالة الأنباء السعودية هي المرجع الرئيسي لكل إعلامي وكل مصور ولكل من ينتمي إلى هذا الإعلام، امتدادا للتميز التي عليه وكالة الأنباء السعودية منذ إنشائها قبل أكثر من 50 عاما. وحتى هذه اللحظة أطلق قبل قليل عبد الله معالي وزير الإعلام بحضور معالي وزير التعليم أكاديمية واس لأول مرة في الشرق الأوسط. بلا شك نتحدث عن هذه الأكاديمية التي سيستفيد منها عبد الله طلاب كليات الإعلام وأيضا الزملاء الإعلاميين والصحفيين والمصورين. في هذه الأثناء ونتحدث إليك، في القاعة المجاورة هناك محاضرتين أو دورتين تختص بالعمل الإخباري. هذه القاعة التي أتواجد بها الآن عبد الله، هناك دورة بعد قليل عن المعايير الدولية للجودة في الأداء الخبري بوكالات الأنباء. طبعا أقام أو تقوم هذه الأكاديمية على أساسيات، طبعا بالتأكيد نتحدث عن القطاع الخاص الذي له دور بارز في هذه الأكاديمية، وتحديدا شركة طبعا كلية التميز اللي طبعا وتفضل مهندس نايف المطرفي وهو رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركة كليات التميز. هذه الشركة الوطنية الداعمة لهذا المشروع الوطني الإعلامي، ما الذي يمكن أن تقدمونه مهندس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سعيدين اليوم بإطلاق الأكاديمية كأكاديمية غير ربحية بشراكة وتكامل بين الجهات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة. طبعا النوع هذا من الأكاديميات اليوم يخدم القطاعات المختلفة. أكاديمية واس اليوم أطلقت لتخدم القطاع الإعلامي بكافة أفرع هذا القطاع، سواء الصحفيين أو المصورين أو من يستفيدون ويقدمون خدمات لهذا القطاع. شكرا لكم. الله طبعا عبد الله كما ذكرت قبل قليل ولا زالت طبعا وتقريبا وعلى مدى أيام الأسبوع أيام العمل هناك دورات تقام من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، دورات شبه يومية عن طبعا عن كل ما يخص بالعمل الإعلامي وتنظيم الإعلام بشكل عام. إضافة لوكالة الأنباء السعودية هذا الحضور وهذا التأثير في المجال الإخباري، وكونها يعني تكون أول أكاديمية متخصصة في التدريب الإخباري في الشرق الأوسط، أيضا هذا يضاف وبعد آخر لوكالة الأنباء السعودية بأن تزف هذا الوليد الجديد حقيقة أكاديمية واس للتدريب الإخباري للمتعطشين للذين يريدوا تطوير قدراتهم الإخبارية وأيضا الدخول في هذا المجال، وهو مجال بالتأكيد يعني يحتاج حقيقة تمتلك أدواتك خصوصا في الجانب الإخباري، وهو كما يقولون بحر متلاطم الأمواج يا خالد، يعني لابد أن تجيد السباحة فيه. الدورات المقامة، الجهات التي ربما تتعاون مع الأكاديمية أو الوكالة وكالة الأنباء السعودية في أكاديميتها هذه، ما هي تحديدا التي ممكن يعني أن تمد جسور تعاون معها الوكالة؟ بالتأكيد عبد الله، يعني أنا وأنت وكل زميل يعمل في هذا القطاع لابد أن يستفيد من هذه الحاضنة وهذه الأم وكالة الأنباء السعودية، ونرجع لها بكثير من معلوماتنا وأخبارنا وعملنا الإعلامي سواء داخل المملكة وخارج المملكة. أنا متأكد تماما يا عبد الله أو أي زميل إعلامي إذا أراد أن يبحث عن تقرير أو موضوع أو يستحضر أي مادة يريد طبعا إظهارها للإعلام لابد أن يرجع إلى موقع وكالة الأنباء
الأنباء السعودية ليستقي ويستفيد من معلوماتها. أهم الجهات كما ذكرت أو كما تحدثت عن عبد الله، بلا شك هناك طبعا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال ومعهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وأكاديمية سكاي نيوز عربية والمركز الدولي النمساوي للتأهيل والجودة، بالإضافة عبد الله إلى بعض الأفراد والأسماء التي لها ثقل إعلامي ولها مشاركات الحقيقة شرفية في هذه الأكاديمية. نعم، كل الشكر للزميل مراسل أخبار السعودية خالد الربعي، تحدثت لنا من مقر أكاديمية واس للتدريب الإخباري، وهي أول أكاديمية متخصصة في التدريب الإخباري في الشرق الأوسط وأطلقتها وكالة الأنباء السعودية. شكرا خالد، يعطيك العافية. تحت شعار انسجام عالمي، أطلق مساعد وزير الإعلام مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها، وتتضمن نشاطات اجتماعية وترفيهية تشتمل على إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض، وتستهدف 9 ثقافات مختلفة. كما تعكس المبادرة تقدير المملكة للمقيمين فيها من مختلف الجنسيات لإسهاماتهم التنموية في جميع المجالات والقطاعات. تقيم وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الاستباقي لأعمال النسخة 7 من ملتقى الصحة العالمي في الرياض تحت شعار استثمر في الصحة، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر للعام الجاري، لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه وعرض أحدث التقنيات بوجود المبتكرين والمستثمرين في القطاع الصحي. هذا يمثل الملتقى منصة ووجهة عالمية لمناقشة آخر التطورات الصحية واستعراض كذلك أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية. من المؤتمر الصحفي ينضم إلينا مباشرة الدكتور عادل منشي، مدير عام تشجيع الاستثمار في وزارة الصحة. أهلا بك دكتور، أحييك إلى هذه النشرة. يعني لا أعلم إن كنت تتفق معي يعني في هذه الفرضية، أو مثلا استثمر وصحة، يعني البعض يتوجس في هذا الجانب إن دخلنا الصحة في الاستثمار أو المال في صحة الناس، يعني ربما يتوجسون يعني. لكن يعني كيف يعني نزيل هذا الخوف أو اللبس في الفهم أنه ممكن أن تستثمر في الصحة وتكون هناك جودة عالية أيضا؟ شكرا أستاذ عبد الله، وشكرا على الاستضافة، وشكرا لتواجد الإخبارية في مقر وزارة الصحة بالرياض. قناة السعودية على يد حال. أشكرك على السؤال الحقيقة. كلنا مكملون لبعض أكيد. عفوا نعم. قناة السعودية. نعم نعم نعم، حياكم الله، وتشرفون إن شاء الله في الملتقى خلال الأيام القادمة وقت انعقاد الملتقى. سؤالك جميل جدا، وبالفعل الشعار يعكس ما كنا نرغب إنه الجمهور يتلقى به. ما ذكرته هو فعلا أهم محاور الملتقى، ملتقى الصحة العالمي. هذا النسخة 7 بإذن الله ستقام بين 21 و 23 أكتوبر من يوم 2 إلى 4 المقبل في مركز معارض الرياض في ملهم. استثمر في الصحة شعار استخدمناه من الموسم الماضي أو من الملتقى الماضي، يعكس ضرورة اهتمام الإنسان في أغلى ما يملك صحته، ويعكس أيضا الجانب والبعد الاستثماري الذي نرى أن القطاع الصحي، القطاع الصحي في المملكة خلال رحلة التحول يعتبر من أهم القطاعات الواعدة والتي تعود على المستثمرين فيها بعائد ربحي ممتاز جدا. وزارة الصحة كمنظم ومشرع ومراقب للقطاع الصحي في المملكة في رحلة التحول
الهدف الأساس لها هو مراقبة وتنظيم النشاطات التجارية الصحية، ونهدف إلى زيادة سهولة وصول الخدمة للمتلقي والمستفيد، رفع الوعي بالوقاية كأحد أهم الأهداف الرئيسية في التحول، وصناعة منظومة تكون متكاملة من ناحية الخدمات بين القطاع العام والقطاع الخاص. يعني ممكن المراهنة على هذا الجانب، وأنه ممكن أن تكون يعني الجودة المقدمة أو الخدمات الصحية المقدمة بجودة عالية، وتكون هناك حالة اطمئنان في الذهاب إلى مؤسسة صحية وتقديم خدمة صحية مقابل مالي، كل ذلك يعني ممكن أن يطمئن المواطن والمقيم في هذا الجانب. يعني وزارة الصحة تراهن على هذا الجانب بالتأكيد، وكل توجهاتها الآن إلى 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 هذا التصور الذي طرحته دكتور عادل. لكن يعني أنت يعني من خلال رصدك يعني للخدمات الصحية المقدمة، الخدمات الأهلية، كيف تراها مقارنة، يعني هو سؤال صعب يعني لا أعلم كن ستجيب عليه، ولا مقارنة بما يقدم من وزارة الصحة أو من الجهة الحكومية؟ يعني واضح، هل هناك فرق في الجودة فعلا كما منطبع في مخيلة المواطن؟ أستاذ عبدالله، الوزارة في مرحلة التحول في القطاع الصحي، الوزارة تنتقل من منظم ومشرع ومقدم للخدمة وممول لها إلى منظم ومشرع ومراقب للخدمة. انتقال تقديم الخدمة، خدمات الرعاية الصحية، إلى منظومة التجمعات الصحية تحت إشراف ومظلة شركة الصحة القابضة، والاعتماد بشكل مناسب جدا بمعايير جودة ومؤشرات أداء لانتقال الخدمات بشكل تكاملي مع القطاع الخاص، هو ما نهدف له وهو ما تقوم فيه الوزارة. وبدأت الرحلة حق التحول أو خاصة بالتحول من 2016، فإحنا الآن انتصفنا وتجاوزنا منتصف الطريق. المؤشرات، كثير من المؤشرات ومستهدفاتنا ل 2030 الحقيقة وصلنا لها الآن. نصدر الآن خبراتنا بشكل كبير. على سبيل المثال، يوجد لدينا أكبر مستشفى صحة افتراضي في العالم اليوم، متصل مستشفى صحة الافتراضي بأكثر من 200 منشأة داخل المملكة. فسهولة الوصول للخدمة تعكس أيضا استثمارات جدية واضحة محلية وعالمية في القطاع الصحي في المملكة. هذا يجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في المملكة. فلك أن تطمئن بإذن الله منظومة وزارة الصحة والقطاع الصحي بقيادة معالي الوزير وتحت إشراف ولاة الأمر، بإذن الله الأمور طيبة جدا. نتمنى لكم التوفيق دكتور عادل في هذا الملتقى، ملتقى الصحة العالمي في الرياض، والذي يقام تحت شعار استثمر في الصحة. كل الشكر دكتور عادل منشي، مدير عام تشجيع الاستثمار في وزارة الصحة. نلتقي على خير دكتور، شكرا. نشرتنا ما زالت مستمرة من قناة السعودية، ولكن بعد فاصل قصير. نسكافيه تبي سكر؟ مقلقه ان احنا نسكافيه. هوات نسكافيه، حيوات خونا، حيوه حيوه. اعبيها ووفر عبوه اعاده التعبئه الجديده من نسكافيه كلاسيك. من مروج الطبيعه الخضراء جا حليب ابو قوس، سر كل عشب الاخضر حلي باقي اليوم. بقى مصنوع من الحليب الطازج. حرقنا البقع وجففناها وصارت مرة عنيدة عشان نختبر قوة فينيش ألتيميت الجديد. تركيبتنا ثلاثية المفعول تهاجم البقع، ترفعها وتتخلص من الشحوم بدقة عميقة.
جرب تحدي فينيش ألتيميت اليوم. لابستها بالجامعة ليش؟ كيفي وش الله حادك كيفي. سميها وظيفة كيفي. خلت الشوارع كيفي. سلامات يا بوي. من متى القهوة بعلبة كيفي. من مروج الطبيعة الخضراء جا حليب أبو قوس. سر كل عشب الأخضر حلي باقي اليوم. أبو قوس في أجمل اللحظة. أبو قوس مصنوع من الحليب الطازج. أهلا بكم من جديد، أحييكم وإليكم موجزا لأبرز ما جاء معنا حتى الآن. بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تمديد مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة إلى 50% لمدة 6 أشهر. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر الجوي لدعم الشعب اللبناني. تقديرا لجهودها الرائدة في المجال، اختيار الرياض عاصمة للبيئة العربية لمدة 2. وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي والتعليمي بين المملكة وإيطاليا. البنك الدولي يتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو اقتصادي في الخليج خلال 2025. أهلا بكم. نبدأ أخبار المناطق من جازان، حيث اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان على خطة الفعاليات والبرامج المصاحبة لمهرجان شتاء جازان 2025. جاء ذلك خلال لقاء سموه أمين المنطقة المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى الغزواني وأعضاء لجنة الرئيسة. كما التقى أمير منطقة جازان القنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبد المجيد، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض سفيرة مملكة النرويج المعينة حديثا لدى المملكة كيرسي ترومسدال، وقد رحب سموه خلال اللقاء بالسفيرة متمنيا لها التوفيق في مهام عملها الجديد. رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة بحضور نائب أمير المنطقة، رعى حفل تكريم 170 طالبا وطالبة من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية المتفوقين دراسيا، ودشن سموه جائزة البر للتفوق العلمي التي تهدف إلى دعم وتشجيع أبناء الأسر المستفيدة على التفوق والتميز العلمي، كما كرم الطلبة المتفوقين والداعمين للجمعية وشركاء النجاح. أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة لحفظة القرآن الكريم. جاء ذلك بعد أن رعى سموه حفل تخريج 153 حافظا يمثلون الدفعة 23 من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة بريدة. كما رأس أمير القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة اجتماع مجلس إدارة الجمعية، وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. والتقى أمير منطقة القصيم رئيس مركز الربيعية صالح الفوزان وأعضاء مجلس أهالي المركز بمناسبة تشكيل الدورة الثانية للمجلس. دشن أمير منطقة القصيم ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات في القطاع البلدي بأمانة المنطقة، مشروعات تنموية تسهم في تعزيز أنسنة المدن وجودة الحياة.
نتابعها. بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال تعزيزا للمشروعات التنموية والحيوية بالمنطقة، دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز ووضع حجر الأساس لحزمة من المشروعات البلدية الجديدة في أمانة منطقة القصيم بحضور وزير البلديات والإسكان، وذلك في قاعة التأسيس بديوان الإمارة. وتضمنت المشروعات التي دشنت ووضع حجر الأساس لها مشروع الأنسنة وجودة الحياة، ومشاريع السيول والمباني والمرافق، ومشاريع الطرق والتشوه البصري والإصحاح البيئي. لتسهم المشروعات في تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية في القطاع البلدي بالمنطقة، إضافة إلى تسليم أمير المنطقة عددا من المستفيدين وحداتهم السكنية. السعيد اليوم أن يكون في منطقة القصيم، وإحنا نشهد قبل قليل عدد من المشاريع حضرها سمو أمير المنطقة. هذه المشاريع كلها كانت تعزز من أنسنة منطقة القصيم، سواء كانت في الطرق، في الإنارة، في الحدائق. الأمير فيصل بن مشعل دشن مشروع محطة تصريف السيول بالثقب الأفقي بمدينة بريدة، واطلع على طاقة المحطة وخطوطها لنقل المياه. مثل هذه المشاريع تأخذ وقت طويل في تنفيذها، لكن توجيهات القيادة بأن سلامة المواطن والمقيم في أولوياتها، لذلك اليوم تفرد كثير من الميزانيات لمثل هذه المشاريع. لأخبار السعودية، علي العطينان، بريدة. دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة مبادرة مجتمعي أولا، التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية في محافظة غامد الزناد ومراكزها والمحافظات المجاورة. جاء ذلك خلال لقاء سمو محافظ غامد الزناد صقر بن رقوش، واستمع أمير الباحة لشرح عن المبادرة وأهدافها التي تهتم بتحسين الرعاية الصحية. دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي فرع جادة 30 بالمنطقة، واطلع سموه على الخدمات المقدمة لرواد ورائدات الأعمال. وفي ختام الحفل وعلى هامش جادة 30 كرم سموه الشركاء هكثون الإبل. كما التقى الأمير عبد العزيز بن سعد مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عمر الغامدي بمناسبة تعيينه، ونوى سموه بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة. رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، رعى حفلة تدشين الأعمال الكاملة للمؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى التي تشتمل على 19 مجلدا تتضمن مؤلفاته ومختصراته التي تعكس الحياة العلمية والاجتماعية في زمنه. المزيد في هذا التقرير. طار حرص المملكة على تكريم علمائها البارزين، احتفت دارة الملك عبد العزيز بمركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض بتدشين الأعمال الكاملة للمؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى التي تشتمل على 19 مجلدا تتضمن مؤلفاته ومختصراته ومراسلاته التي تعكس الحياة العلمية والاجتماعية في زمنه، حيث يبرز هذا الحدث الثقافي التراث الغني بالعلم والمعرفة وما تركه الشيخ من إرث علمي وثقافي وما قدمه من جهود في خدمة العلم الشرعي والدعوة والتعليم. التاريخ الاجتماعي دائما يعني ينتظم فيه الجهد الفردي للأشخاص الذين أسهموا، مثل المؤرخ إبراهيم بن عيسى أرخ المجتمع وأرخ الوطن وأرخ للثقافة وأرخ للتاريخ في المملكة العربية السعودية. هذا الإرث لابد أن يحظى باهتمام مثل هذا الاهتمام، وهو جزء من سلسلة سوف تترى إن شاء الله في مبادرات كثيرة للعناية بمصادر التاريخ الوطني. المؤرخ إبراهيم بن عيسى أعطانا رسالتين، رسالة الثراء العلمي المتنوع في أكثر من فن، ورسالة الدقة والمنهجية تبعها في عمله. الاحتفاء شهد عرضا تعريفيا عن حياة المؤرخ وإسهاماته الكبيرة في توثيق تاريخ الجزيرة العربية، مرورا بمراحل إعداد هذا الإصدار الضخم من جمع الوثائق والمخطوطات إلى عمليات التحقيق والمراجعة التي أجرتها الدارة. اهتمام الدارة بالعناية بهذه المصادر وإتاحتها
والعمل على أن تكون أيضا جاهزة ومهيئة لأي استخدام وأي اهتمام وأي اعتناء. أنا أعتقد هذا جزء وصلب عمل الدارة. فهذا اللقاء اليوم هو يعني نوع من التتويج للإرث الحضاري الذي ابن هذا البلد والبار بوطنه المهندس الشيخ إبراهيم عيسى قدمه. أطلقت دارة الملك عبد العزيز هذا المشروع العلمي بهدف توثيق تراث المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى وتعزيز الروح العلمية في المجتمع، ليسهم في تقديم مادة علمية وتراثية قيمة للجميع. من الرياض، عبد الرحمن الموسى. رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة رأس الاجتماع الثاني للجنة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة، واستعرض سموه ما تم إنجازه من المبادرات والمشاريع منذ الاجتماع الأول للجنة، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ الخطط التنموية المعتمدة. كما التقى أمير منطقة الحدود الشمالية بقائد قوة رفحة السابق اللواء ركن فهد المرخان وقائد القوة المعين حديثا اللواء الدكتور عبد الله السهلي. نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بالاهتمام والعناية التي توليها القيادة لقطاع التعليم. جاء ذلك خلال رعاية سموه حفلة تدشين المشاريع التعليمية الجديدة بالمنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة ووزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان. وأكد سموه أن تشييد 60 مدرسة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات ووفق المعايير العالمية يعد من ثمرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، فقد كانت لبنته الأولى في المدينة المنورة، معربا عن تطلعاته لأن تسهم هذه المدارس في تقديم نموذج تعليمي محفز للعلم والمعرفة ويعزز مكانة المنطقة كوجهة تعليمية رائدة. كما رعى أمير منطقة المدينة المنورة توقيع اتفاقيات ثنائية بين تعليم المنطقة وعدد من الشركات، تهدف الاتفاقيات إلى إنشاء السكن الداخلي لطلاب التوحد بطاقة استيعابية تصل إلى 200 طالب في مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بقيمة 35 مليون ريال. إن من ثمرات الشراكة بين القطاع العام والخاص في التعليم أن كانت لبنته الأولى في المدينة المنورة بتشييد 60 مدرسة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات وفق المعايير العالمية، والتي نأمل أن تسهم في تقديم نموذج تعليمي محفزاً للعلم والمعرفة وتعزز من مكانة المدينة المنورة كوجهة تعليمية رائدة تماشياً مع رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع التعليم. الإخوة والأخوات، لعلي أنتهز هذه الفرصة لأتشرف أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي منطقة المدينة المنورة الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين على هذا الدعم السخي بقيمة تزيد عن 1,200,000,000 ريال سعودي. واليوم سموكم الكريم تدشنون مشروعاً من أهم المشروعات على مستوى المملكة، مشروع البناء والتشغيل والتحول بالشراكة مع القطاع الخاص كأول مشروع يفتتح على مستوى المملكة في التعليم، ويستهدف 60 مبنى مدرسياً بخدماتها ومرافقها وبمبلغ يتجاوز 1,200,000,000 ريال سعودي. من جانب آخر، التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة التقى سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي عبد الرحمن الخليفة، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وما زلنا في أخبار المناطق، حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مدير عام التعليم بالمنطقة عبد الله الغنام، يرافقه عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين. ونوه سموه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة بقطاع التعليم بوصفه الأساس في التنمية الوطنية الشاملة في ظل رؤية المملكة 2030 التي جعلت من التعليم حجر الزاوية لتحقيق الأهداف التنموية. كما دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة المرحلة الثالثة لمشروع زراعة أشجار العود والصندل الذي تنفذه هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان بالشراكة مع هيئة تطوير مكة المكرمة. وقام الأمير سعود بن مشعل بزراعة أول شتلة صندل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع التي دشنها وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان بهدف المساهمة في رفع الاقتصاد المحلي. رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب وأمير منطقة المدينة المنورة الحفل الختامي لمعسكر وورث الذي نظمه المعهد الملكي للفنون التقليدية وورث ضمن فعاليات موسم تمور المدينة 2024. واطلع سموه على مجموعة من المنتجات العملية والفنية والشخصية لأكثر من 50 مشاركا من مختلف مناطق المملكة تحت إشراف خبراء ومدربي المعهد. رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية، رأس اجتماع اللجنة التنفيذية 39 بحضور أعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمر العبد اللطيف أهمية الشراكة والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة في تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك، التقى مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خليل ضامري، واطلع سموه على التقرير السنوي للرئاسة وما يحتويه من جهود ميدانية وتوعوية أسهمت في نشر الوعي والوسطية والاعتدال بين أفراد المجتمع. كما التقى نائب أمير منطقة تبوك بنائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك سالم باطرفي وأعضاء مجلس الإدارة، واطلع سموه على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها وإنجازاتها وجهودها خلال الفترة الماضية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هدلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، التقى قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء مسعود الشهراني الذي قدم لسموه إيجازا عن سير العمل في قيادة وقطاعات حرس الحدود بالمنطقة. كما التقى نائب أمير منطقة نجران مساعد رئيس محكمة الاستئناف المنطقة الشيخ عبد الله الدوسري الذي قدم للسلام على سموه. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة أحمد الذيبان وعددا من منسوب المجلس بمناسبة صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة في دورته الثانية، واطلع سموه على التقرير السنوي للمجلس والخطط المستقبلية منوها بالدعم والرعاية التي توليها القيادة للقطاع غير الربحي. كما التقى نائب أمير منطقة حائل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عواد الشمري، ونوه سموه بما توليه القيادة من اهتمام ودعم لمجالات الإفتاء والبحوث. التقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة القنصل العام الأمريكي بجدة داولي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى محافظ جدة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بدر الحميد، واطلع سموه خلال اللقاء
على عرض يتضمن إنجازات وإحصائيات مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة. رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود ابن طلال بن بدر محافظ الأحساء رعى انطلاق فعالية أتلاد التي تنظمها جمعية فتاة الأحساء على مدى 10 أيام في قلعة أمانة الأحساء بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين. واطلع سموه على الأركان التعريفية والفعاليات المصاحبة. بعد ذلك شاهد والحضور عرضا مرئيا بعنوان تراثنا بين أيدينا الذي يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث ودعمه، كما شاهد أوبريتا بعنوان من الألف إلى الياء قدمه أطفال روضة جمعية فتاة الأحساء. كما شهد محافظ الأحساء توقيع اتفاقية لتأسيس محفظة استثمارية وقفية بقيمة 10 ملايين ريال التي أطلقتها مؤسسة عبدالله لتيم الخيرية باسم الدكتور سعدون السعدون ووالديه وأولاده. وسيخصص ريع المحفظة لصالح جمعيتي الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء والجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد والفريق المرافق. واطلع سموه خلال اللقاء على نبذة عن رياضة الكريكت ورغبة الاتحاد في تطويرها بجميع مدن المملكة. كما التقى محافظ الطائف القنصل العام الياباني دايسوكي ياماموتو وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اعتمد مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخططة الشاملة لمحافظة القطيف في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى واحة ساحلية متكاملة تواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المنطقة. وكشف مدير تخطيط الأراضي بالهيئة المهندس زهير الزهير أن المخطط الشامل لمحافظة القطيف يهدف لتطوير المحافظة حتى 2040، كما سيوفر 8 مناطق سكنية وأكثر من 36,000 وحدة سكنية. أنجزت بلدية محافظة بيشة أكثر من 47 مشروعا خدميا تضمنت تطوير الطرق ومشاريع للأنسنة وساحات عامة وتطوير أحياء سكنية بهدف مواكبة التطور العمراني في المحافظة وتلبية لاحتياجات المجتمع بما يتلائم مع معايير التنمية المستدامة. كما تستكمل بلدية بيشة مشروعات أخرى تتعلق بالإنارة والحدائق والسفلتة بما يتوافق مع خطة التطوير الشاملة والهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية. دخل سوق التمور في القصيم موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأضخم كرنفال سنوي للتمور في العالم، وذلك بدعم من أمير المنطقة. وتتجاوز مبيعات الكرنفال 3,200,000,000 ريال سنوياً وبإنتاج سنوي يمثل 50% من إنتاج المملكة من التمور. نفى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية نفى وجود حالات نفوق جماعي في المواشي بأبو عريش بمنطقة جازان. وأوضح المركز القيام بتقصي وبائي شمل عدة مناطق مجاورة، واتضح استقرار الوضع الوبائي بالمحافظة، وبين أنه لم يتم تلقي أي بلاغ نفوق عن طريق منصة نما أو بزيارة فرع المركز بالمنطقة. كشف البرنامج الوطني لاستمطار السحب عن إضافة تقنية جديدة وذلك باستخدام أنظمة البذر الأرضية تستخدم على قمم المرتفعات وتتيح التحكم الدقيق في إطلاق مواد البذر بما يعزز
من كفاءة عمليات الاستمطار، وتعد التقنية إضافة لجهود المملكة في مجال الاستمطار، حيث تتميز بفعالياتها وانخفاض تكلفتها التشغيلية مقارنة بالطائرات، فضلا عن كونها صديقة للبيئة إذ تعمل بالطاقة الشمسية لتقنيات استمطار السحب. إلى أخبار الطقس والحالة الجوية، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف الحدود الشمالية حائل القصيم والمدينة المنورة. وللحديث أكثر وبتفصيل أكبر عن حالة الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل. أهلا بك عقيل وحييك لهذه النشرة، يعني ضعنا بتفاصيل أكثر عن الحالة الجوية خلال هذا اليوم والأيام القادمة. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، مساء الخير. خلال إن شاء الله الأسبوع القادم هناك حالة جوية إن شاء الله مميزة تشمل كثير من مناطق المملكة، ابتداء من المناطق الجنوبية من المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض ومنطقة نجران إن شاء الله تعالى، ومنطقة مكة المكرمة والباحة وعسير، وتشمل منطقة جازان والمدينة المنورة والحدود الشمالية ومنطقة القصيم وحائل إن شاء الله تعالى. هذه الحالة الجوية سيغلب عليها في بعض المناطق الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، بالذات على جنوب المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض مثل سليل الأفلاج وادي الدواسر، كذلك الحال في منطقة نجران إن شاء الله متوقع أمطار متوسطة لغزيرة خاصة في محافظة شرورة، كذلك الحال على منطقة مكة المكرمة إن شاء الله تعالى. منطقة القصيم ستشملها هذه الحالة وقد تكون أول الحالات خلال هذا الموسم على منطقة القصيم، ستشمل منطقة بريدة عنيزة هذه المناطق المجاورة لمنطقة القصيم إن شاء الله تعالى، وكذلك الحال منطقة حائل في حائل وبقعة وموقق وشنان وسميرة ومعظم هذه المناطق التي بجانب المنطقة. إذا هي مميزة كما وصفتها بالتأكيد، يعني الله يجيب المطر يعني إن شاء الله ويجعل أمطار خير وبركة. يعني نعم. عبد الله، هذه أول حالات خلال الموسم إن شاء الله خلال فصل الخريف، أول حالات الخريف التي تشمل كثير من مناطق المملكة. نعم، وهي طبعا تواكب يعني وتتماشى مع موسم الوسم يبدو لي، أليس كذلك؟ نعم إن شاء الله تعالى، يعني هذا صحيح. يعني هي أمطار يعني إن شاء الله أنها مفيدة وبالتأكيد يعني ستسهم إن شاء الله بزيادة الغطاء النباتي، يعني إن كانت غزيرة يعني كما وصفتها أو متوسطة حتى ودائمة، يعني هو الدوام يعني بالتأكيد. يعني هي تكون عبد الله سريعة التأثير، لكن نحن في البداية، ما زلنا في بداية الوسم وبداية الخريف، فهذه إن شاء الله الحالة مستمرة، لكن سنلاحظ خلال هذه الأيام نشاط الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة، فبالتالي قد يحس سكان مناطق وسط وشمال المملكة بارتفاع قليل في درجات الحرارة عما هو معتاد في ساعة الظهيرة، وهذا بسبب تحضيرا لهذه الحالة الجوية إن شاء الله. يعني هذه الحالة الجوية التي ستبدأ الأيام القادمة أو الأسبوع القادم ربما يعني يكون معها ارتفاع طفيف يعني كما وصفته في درجات الحرارة. هذا صحيح. كل الشكر لك عقيل العقيل من المركز الوطني للأرصاد، قدم لنا وصفا وتحليلا عن الحالة الجوية هذا اليوم والأيام القادمة بإذنه تعالى. شكرا لك عقيل. إلى العناوين. بتوجيهات القيادة تمديد مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة إلى 50% لمدة 6 أشهر. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر الجوي لدعم الشعب اللبناني. وتقديرا لجهودها الرائدة في المجال، اختيار الرياض عاصمة للبيئة العربية لمدة عامين. تحية لكم في أمان الله.